السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هي أول فيديو إلي على اليوتيوب، فممكن حدا مثلا يعني يقول لي بالكومنتات شو أعمل محتوى إذا بده، و يعني ممكن حدا يجيني يكتب لي كومنت. يعني هيدا أول فيديو إلي، فقررت إني اعمل قناة يوتيوب، فماني عارفين شو بدي اعمل محتوى وهيك، فممكن تكتب لي انت شو اعمل محتوى كرمال، انه هيك انت بتساعدني كتير. كرمال انا حيران شو بدي اعمل محتوى، كتير محتوى براسي اعمله بس مش عارفين كيف، او بعملهم كلهم مع بعض او بعمل شي واحد، فماني عارفين شو بدي اعمل. فاني بدي كون انا انه اعمل نصائح وكون جيمر ناجح، وما انه ما حدنش يعجبه انه المحتوى اللي الي، كون انتو حكولي. ما بعرف كم ممكن اذا حدا شاف هذا الفيديو او يعني قال لي او حضر حدا الفيديو، فاذا ما حدا شاف هذا الفيديو رح ضلني عم اعمل فيديوهات مش حوقف، واني هذا حلمي. وما اذا انت بدك تكون يوتيوبر كون يوتيوبر، وما تستحي، خليك انه قد حالك وخليك انه ناجح، بركي ممكن تنجح. وكمان اذا كنت انت بتحب تلعب زوبا بس مش عم تقدر تجيب اغراض وبوكسات ومصاري، مش عم بتلحق ليفلات هيك، فيك تكون يوتيوبر اذا كنت جايب 2000، قصدي 20,000 مشاهدي اقل شيء. زوبا بتقعد كيفك تعطيك اغراض عاد انت هاك عم بتفيد كرمال، انه هاك في ناس عم بيشوفوك، ممكن انه على الاقل 1000-2000 شخص يصيروا يلعبوا زوبا بسببك، وتصير زوبا فيها يعني صار فيها اكتر وبتستفاد هاك الزوبة اكتر. فيعني انت فيك يعني تصير انت صانع محتوى اسطوري، وما تخلي حدا يوقفك كرمال ممكن تكون ناجح. فكرمال هاك اسعى لحلمك وما تخلي حدا يوقف، خصوصا اني حاطت فيديو اربح كرمال، يعني ما بيانش فاشل. مع السلامة.